البيتزا البيبروناتا. مكونات البيتزا البيبروناتا: اوليف، انشوبي، والبابريكا، والكيبر، والثوم. بالنسبة لصلصة البيبروناتا ممكن تستعمل للبيتزا او الباستا او استعملها مع الباكيت، يعني الى كذا طريقة للاستعمال. يسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم رح اسوي البيبروناتا، هي عبارة عن البابريكا، وعندي انا زيتون اسود، وعندي الانشوبي، سمك السردين الملح، وعندي الكيبا، الثوم، والفانوس السحري تبع اخوكم فراس، زيت الزيتون. اول شيء بنضيف البابريكا، بعد ما نضفها بقطعها سلايس رقيقة، شايفين كيف؟ بدي اياها تكون بهالرقة هاي. كونيتشوا. بالنسبة لطريقة البيبروناتا كتير كتير سهلة، يعني هي تعتبر مثل نوع من أنواع السلطات الإيطالية. أول شيء بجيب رأس الثوم، رأسه، بحط حوالي 3 أو 4 معالق زيت زيتون، وبقليها على نار هادية. بعد ما قليت الثوم نص تقلاية بس عطتني لون، بجيب الأنشوبي اللي هو سمك السردين الملح، وبقليهم سوا. بضيف الكيبا، بضيف كمان الزيتون، بعملهم تخليطة خفيفة، وبحط البابريكا فوق. وبرش عليهم رشة ملح وفلفل خفيفة، الملح، وبضلني بقليهم على نار هادية. الأفضل إنه غطيهم، حطهم على نار واطية. غطيهم وبضل عم قليهم حوالي 10 دقايق. وقت اللي بقليها بنار هادية شوي شوي بتعطيني طعمة حلاوة البابريكا. بنقلها، هي البيبروناتا. يعني انا بدي احاول ضلني عم حمسها لحتى تصير معي مثل الهليون، طريه كثير. انا بدي استعملها للبيتزا، فبدي اضيف عليها جامبري. بسلق الجامبري. هلا بعد ما سلقت الجامبري طالع هون كمان، تعالوا نجرب البيبروناتا بيتزا سوا. ممكن استعمل انا بالبيبروناتا بيتزا طوماتو صوص، او ممكن اشتغل بالموتزاريلا تشيز فقط. انا راح استعملها بالموتزاريلا تشيز. بستعمل البيبروناتا، بستعمل البازيل ورا الريحان، شريم الجامبري، وبدي استعمل الريكوتا تشيز اللي هي القريشة. جرانا تشيز، البارميزان بودر، زيت الزيتون، وهلا بنقلها الحقينا. مثل العادة شو بدنا نقول؟ اللهم صل على النبي. هاي مثل العادة مغارة علي بابا.
صلوا على النبي. قولوا اللهم صل على النبي. اويشيتي راح اعلمكم كلمة اويشي يعني طيبة بالياباني، تعلموها. اللي بيقول لكم اويشي معناتها طيبة. شكرا كثير لكم، السلام عليكم، باي باي. انا هلا بامس الحاجة لدعمكم ودعائكم. بيتزا البيبروناتا. السلام عليكم.